اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ان الاجتماع ياتي في اطار المتابعه المستمره من السيد الرئيس لملف تامين احتياجات المواطنين والانشطه الاقتصاديه من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعدده للتعامل مع الاحتمالات المختلفه في هذا الصدد أخذا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية. سواء لتلبيه احتياجات المواطنين او لمشروعات التنميه المنتشره على امتداد الوطن وخلال الاجتماع تابع السيد الرئيس جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومه سواء للتغلب على الازمه او لمنع تكرارها مستقبلا حيث تم توضيح انه منذ اللحظه الاولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصله عملها في ظل ارتفاع درجات الحراره بشكل غير مسبوق بما يستلزم كميات اكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الانتاجيه للمحطات في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقه وخارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فاقم المشكله وادى الى حتميه اتباع سياسه مؤقته لتخفيف الاحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصله الحصول على الوقود الاضافي اللازم وتوفير الموارد الماليه المطلوبه لذلك اخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الاجنبية واسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي. واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لاية مشكلات او ازمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين الاول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة. والثاني يتضمن الحلول الجذريه والهيكليه التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا ووجه السيد الرئيس الحكومه في هذا الصدد بمواصله العمل المكثف لاحتواء الاوضاع الحاليه وتخفيف الاعباء عن المواطنين في اسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمه المضافه من مشروعات الكهرباء والطاقه بما يوفر الموارد المطلوبه للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمره عالميا في العوامل السياسيه والاقتصاديه والبيئيه كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنيه لزياده مقدار الطاقه المتجدده وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقه وذلك بالشراكه مع القطاع الخاص واعرق الخبرات العالميه في هذا المجال كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الإجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب. خاصه ما تم انجازه من مساحات منزرعه وموقف امدادات المياه والطاقه الكهربائيه وجميع مكونات البنيه الاساسيه اللازمه للمشروع واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعه والغذاء الذي ياتي في اطار استراتيجيه متكامله للدوله لزياده الاراضي الزراعيه من الرقعه الجغرافيه للجمهوريه بما يزيد على ثلاثه ملايين فدان جديد ما يعادل اكثر من ثلث المساحه الحاليه للاراضي الزراعيه في مصر الامر الذي يمثل ضروره استراتيجيه للدوله المصريه لمواجهه متطلبات الزياده السكانيه وتحقيق طفره ايجابيه ملموسه في الخريطه الزراعيه والغذائيه لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتيه للدوله ويحقق مصالح الاجيال الحاليه والقادمه من الشعب المصري